إسطنبول، المدينة التي تسحر القادم إليها والقارئ عنها. إسطنبول التي تجمع تفاصيل الماضي والحاضر، تجمع التناقضات التي تنسجم فيما بينها كانسجام القارتين في مدينة واحدة. كل مكان في هذه المدينة هو مركز جذب سياحي، والأسواق الإسطنبولية واحدة من هذه المراكز. تتنوع الأسواق في إسطنبول، فتجد فيها أسواقاً شعبية رخيصة بالجملة، وأسواق أخرى راقية تعتمد على عرض أشهر الماركات العالمية للملابس وغيرها. وتجد أيضاً أسواقاً تهتم بتقليد الماركات العالمية وتقديمها بأسعار أقل وبجودة جيدة. في إسطنبول أكثر من 200 سوق مذهل في جميع أرجاء المدينة. الأسواق في إسطنبول متخصصة، فنجد أسواق الخضروات والفواكه والملابس، السلع المصنوعة من الجلد، سلع مصنوعة من النحاس، المنسوجات، الأشغال والحرف اليدوية وغيرهم الكثير. ومن هذه الأسواق مثلاً السوق المصري في إسطنبول، سوق أراستا بازار، سوق النحاسين أو ما يسمى سوق بايزيد الشعبي، الأسواق الأسبوعية، سوق الأربعاء، سوق الجمعة، سوق الأحد، أسواق إسطنبول بالجملة، سوق مارتر، سوق لاللي، سوق ملابس الجملة في شارع الفاتح، سوق عثمان بي، سوق محمود باشا، شارع بغداد، شارع الاستقلال، شارع نيشان تاشي، وأيضاً سوق الكتب. هذا بعض من كثير، فأي من هذه الأسواق قمتم بزيارتها؟ وماذا تعرفون عن أسواق إسطنبول؟ وبماذا تنصحوننا بالتسوق والشراء خصوصاً لذوي الدخل المحدود؟ لبرنامج هلا إسطنبول.